السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم اليوم معايا في فيديو جديد. إخواني أخواتي، اليوم جيتكم وصفة سهلة جدا وبإذن الله تعالى تكون الشفاء اللي يكون سريع في 3 أيام بدون ما نلجأ للطبيب وبدون ما نلجأ إلى أدوية وبدون ما نلجأ إلى حاجة كيميائية. كل شيء من الطبيعة وكل شيء يكون طبيعي 100% ومتوفر في المطبخ تاعنا ومتوفر في الدار تاعنا بإذن الله تعالى. خوتي وخواتاتي، بدون إطالة، اليوم الوصفة تاع اليوم للقضاء على الكحة أو السعال الليلي، البلغم وحتى مشاكل الصدر كلها في 3 أيام بإذن الله تعالى. إذا طال الأمر يكلفكم ولا يقضي معكم 4 أيام، كل واحد حسب الحالة تاعه. اليوم باش ما نطيرش عليكم في الفيديو، عندنا 3 مكونات كما راكم تشوفوا. عندنا زيت زيتون، ماذا بكم تدوا الحر ولا البكر. هنايا رانا عندي زيت زيتون بكر خالص، اللي ما عندها زيت زيتون بكر تقدر تخدم زيت زيتون، لكن يكون اهم شيء انه يكون طبيعي 100%. عندي هنايا حبه ليمون واحده ليم، وهنا عندي عسل حر، يعني ما تدوش العسل هذاك اللي مصنوع ولا لا، تلقى تدور العسل الحر الخالص. لازم المكونات الثلاثه يكونوا طبيعيين 100% باش تجيب لكم نتيجه باذن الله تعالى مضمونه. صراحة هذه الوصفة أنا جربتها في البنت تاعي، من النهار الأول بدأت الكحة تاعها تنقص والأعراض تاعها تزول، حتى ديك الحمى وكل شيء ولات تنقص لها. باسكو كي يكون عندهم التهاب في الصدر تاعهم ويكون ولا في اللوزتين ولا أي حاجة من الحلق حتى للصدر تقضي عليها هذه الوصفة بإذن الله تعالى. إذا ما نطيرش عليكم في الفيديو خواتاتي، أول شيء غادي ننصحكم باستعمال ملعقة الخشب في الوصفات الطبيعية، لانه العسل الحر ولا العسل الطبيعي ولا عسل النحل لازم لازم لازم، هذه ملاحظه نقولها لكم واللي ما تعرفهاش ثاني توصي بها خواتاتها باش تعمل فائده، لازم ملعقه الخشب، لانه لما نحطوه في كي تحطوه مع الانوكس ولا ستانستيل ولا الكارفانيزي ولا اي حاجه تكون حديد ولا معدن، راح يفقد من القيمه تاعه، مشي كليا بصح غادي تنقص من القيمه تاعه ويصرى تفاعل بين هذاك الحديد والعسل الحر. بدون اطاله هنايا، المهم ملعقه خشب الان هذا هنايا، وخصنا فاش نخلطوا الوصفه تاعنا. اكيد اول شيء هنا قبل ما نبدا الوصفه نجيبوا هنايا، بسم الله، نبداو نعصروا في هذه الحبه تاع الليم. نبدا بسم الله هنايا، غادي نعصرها بسم الله، نعصروا الحبه تاع الليم. هنا بعد اللي عصرت الحبه تاع الليم كما راكم تشوفوا، غادي ناخذوا هنا نصفوا هذاك الليم. ها هي الكميه اللي عطات لي حبه تاع الليم. الان نبداو في الوصفه تاعنا بسم الله. نجيبوا هنا ملعقه الخشب ونبداو نقيسوا، 1 2 3 4 5. غادي نكتفي غير ب5 ملاعق وكي يكمل لي غادي نزيد. انا تقريبا كل 3 ايام ولا ندير هذه الوصفه، حتى مام كي تكون ما تكحش ولا نديرها لها باش كاع هذوك لي كلاغ ولا الحاجه اللي تكون في صدرهم تخرج والصدر تاعهم يتنقى. هذه هي اصحاب الرب ومليحه بزاف. هذه درنا 5 مغارف تاع الليم، غادي نزيدو معاهم العسل الحر ولا عسل النحل الخالص، ملعقة أولى، غادي نكتفي ملعقتين. هنا نخلطوا هاي المكونات. الآن نجيبوا زيت الزيتون اللي قلت لكم لازم يكون 100% أيضا طبيعي. هنا نوريه لكم هذه النوعية اللي ديتها، هذا بدون إشهار، هذا بزاف شباب هذا زيت الزيتون. ها هو هنايا زيت الزيتون، تعرفوا حنايا المنتج الجزائري تاعنا في زيت الزيتون من افضل المنتجات في القارة الافريقية. المغرب العربي يمتاز بزيتون رائع. هنايا 100% زيت الزيتون طبيعي. الان راح ندي هنايا 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. وهنا اللي تجيهم قارصة بزاف ولا تجيهم حامضة بزاف هاد الوصفة، خصيصا للاطفال، زيدوا لهم عسل النحل. هنا نحركوا غاية هاد الوصفة حتى كل المكونات تمزج مع بعضها البعض،
ودروك جينا لطريقة تناول هذه الوصفة. أول شيء الصباح كينوض سواء كان الصغير أو الكبير على الريق، تعطوا له ملعقة صغيرة بالنسبة للصغير وملعقة كبيرة بالنسبة للشخص اللي يكون كبير على الريق أول شيء، ومن بعد على 12 يعني في منتصف النهار، ومن بعد على الساعة السادسة يعني في مساء، ومن بعد تبقى في الليل آخر شيء تاكلوا هذه الوصفة وترقدوا، يعني ما تشربوش مراها الماء وما تاكلوش مراها اكل واحد اخر، تخلوها اخر شيء وترقدوا. والشفاء ان شاء الله يكون من نهار الاول تبدا الاعراض تنقص حتى نهار الثالث، قلت لكم ماكسيموم 4 ايام، كل واحد حسب الدرجه تاع الكحه اللي تكون فيه والمشكل اللي يكون عنده في صدره. وقلت لكم هذه الوصفه تعالج كل المشاكل من الحلق من اللوزتين حتى مشاكل الصدر، البلغم، تنقي الصدر، والله روعه. وراكم تشوفوا المكونات الطبيعيه، جربوها وما غاديش تندموا، ونعتوها في سبيل الله ولكم الأجر، وإن شاء الله في ميزان حسناتكم وحسناتي. أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، طهور إن شاء الله على جميع المرضى، والله يشافي كل مؤمن، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.